ابن بطوطة رحالة الإسلام. عنوان: أحلام الصبا. في درب صغير بمدينة طنجة بالمغرب كان يعيش فتى عربي مسلم من قبيلة لواتة اسمه محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وكان معروفا بين الناس بلقب ابن بطوطة، وكان قد بلغ من العمر 22 سنة. كانت عائلته ميسورة الحال، وكانت أسرته أسرة قضاء وفقه بالمغرب والأندلس، وكان قد حفظ القرآن الكريم وجانبا من علوم الدين، ودرس علوم اللغة العربية على يد أبيه، وكان أمل أهله فيه أن يكون واحدا من الفقهاء والقضاة. لكن الفتى ابن بطوطة كان هواه في قراءة كتب الرحالة والجغرافيين من العرب المسلمين، والاستماع إلى أخبار الدول والبلدان والناس، وغرائب الدنيا وعجائب الأسفار من الحجاج والتجار والمتصوفة الذين يجوبون البلاد شرقا وغربا، والرحالة المغامرين جواب الآفاق يلقاهم في ميناء طنجة أو أصيلة أو أسفى أو في ميناء فاس، وكثير منهم كان صديقا لأبيه عبد الله. كثيرا ما كان ابن بطوطة يحمل كتب الرحالة والجغرافيين ويذهب إلى شاطئ البحر يقرأ ما كتبوه عن بلاد لم ترها عينه، وعن جزر مسحورة في البحار عامرة بالعجائب والغرائب، فيشعر ابن بطوطة أنه في بلده على شاطئ البحر سجين، ويحدق بعيدا في الأفق ويسير على مهل مفتوح العينين صوب الوديان والجبال والصحارى الفسيحة، ثم يعود إلى بيته مع قدوم الليل. عنوان: عدني يا بني. كانت مدينة طنجة في القرن الهجري 8 14 ميناء عامرا تفد إليه السفن من الأندلس وجزائر البحر الأبيض وجزر المحيط الأطلسي والسواحل الغربية في إفريقية، محملة بالبضائع وبناس من شتى الأجناس والشعوب، الفرنجة والعرب والبربر والزنوج، ثم تبحر محملة بالبضائع الإفريقية إلى شتى بلاد الدنيا ناشرة أشرعتها البيضاء. ومعها كم كان الفتى يود الرحيل. وفي الليالي القمرية كان أبوه عبد الله يحدثه على سطح البيت بافتنان عن مدينة طنجة في قديم الزمان، وانتهز الفتى فرصة صفاء أبيه واستأذنه في الخروج إلى الحج، فصمت أبوه برهة، فكر أن ابنه يريد الحج حقا، ولكنه يريد معه أيضا السفر إلى البلاد، فقد امتلأت رأسه بأحلام الرحالة وحكايات السندباد في 1000 ليلة وليلة. وقال عبد الله لولده: لن أمنعك يا بني من الحج ولا من الأسفار، وعسى أن تجدني حيا عندما تعود، فعدني يا بني أن تكتب إلي حيثما تكون في أرض الله. فبكى ابن بطوطة تأثرا وقبل يدي أبيه شاكرا وقال: أعدك يا أبي. عاد عبد الله يقول لولده: مهما كان المال الذي ستحمله معك يا بني فسوف تجده قليلا في أسفارك، ولو أنك كنت قد صرت قاضيا يا بني لنزلت أينما حللت ضيفا على القضاء، لكنك يا بني قليل العلم والزاد، فعليك بالنزول في زوايا الصالحين وبيوت أبناء السبيل، وهي كثيرة في بلاد الإسلام، ولسوف تجد فيها دائما الطعام والمبيت وتنال بعض المال. عنوان: عالم المسافرين. ودع ابن بطوطة أباه وأمه وإخوته وغادر طنجة برا في طريقه إلى الحج في يوم الخميس 2 من شهر رجب 725 هجرية، 5 من شهر يونيو 1326 ميلادية، مع رفقة من المسافرين لا يعرف منهم أحدا. اجتاز ابن بطوطة مع المسافرين شمالي المغرب والجزائر حتى وصل إلى مدينة بجاية، ونزل الكل ضيوفا على الناس، القاضي على القاضي والفقيه على الفقيه والتاجر على التاجر، وبقي ابن بطوطة وحيدا، فبكى حزينا لغربته، وأشفق عليه تاجر فأعطاه خيمة صغيرة يبيت بها ودابة يركبها،
وأصيب ابن بطوطة بالحمى، وآن وقت الرحيل، فركب دابته محمومة وشد نفسه إليها بشال عمامته حتى لا يسقط عنها، قائلا لصاحبه التاجر: إن قضى الله علي بالموت فلتكن وفاتي على الطريق إلى أرض الحجاز فأموت شهيدا. وفي تونس هطل المطر غزيرا على المسافرين، فتلوثت ثيابه بالوحل، وفي الصباح منحه سلطان تونس ثوبا بعلبكية، وصر في طرفه دينارين من الذهب. وصاحب ابن بطوطة ركب الحجاج التونسي، ولأنه كان أكثر من فيه من الناس علما، فقد اختاره أمير الركب قاضي طريق، وفرح ابن بطوطة فقد حمل لقب القاضي، وأصبح من حقه أن ينزل ضيفا على القضاة كما تمنى أبوه، وسار في مقدمة الركب رافعا العلم يحيط به وبالناس 100 فارس. وراقت له وهو بمدينة صفاقس ابنة أحد أمناء أي نقباء الحرف في تونس، فخطبها من أبيها وتزوجها، وواصل الركب طريقه إلى طرابلس بليبيا، ونشب شجار بينه وبين صهره، فطلق زوجته وتزوج من ابنة لأحد طلبة العلم في فاس، وأقام للركب كله وليمة عرس. عنوان: عروس البحر. كانت مصر تعيش آنئذ عهدا زاهرا من الرخاء والقوة السياسية، في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد ابن قلاوون، الذي بسط سلطانه على مصر وديار الشام والحجاز، وبهرت الإسكندرية ابن بطوط، فالتجارة تفد إليها بالمراكب من أوروبا في طريقها إلى السويس، والدولة تجني منها المكوس أي الجمارك، والمدينة عامرة بالمال، مزدحمة بالناس، مليئة بالحركة، تنتشر فيها الفنادق لتجار الفرنجة، والمكاتب للوكلاء التجاريين. وطوف ابن بطوطة بالمدينة، رأى أبواب سورها الأربعة ومنارتها الشهيرة، وقد تهدم أحد جوانبها وعمود السواري، وشاهد قاضي المدينة جالسا بالمسجد وعمامته ضخمة تملأ صدر المحراب، وسعى للقاء الأولياء بالمدينة لينال بركاتهم حسب زعمه، وكان بينهم الزاهد خليفة الذي قال له: أراك تحب الأسفار والتجول في البلاد. فقال ابن بطوطة: نعم إني أحب ذلك. فقال له الزاهد: لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند، وأخي ركن الدين بالسند، وينقذك من محنة، وأخي برهان الدين بالصين، فإذا لقيتهم فأبلغهم مني السلام. وتعجب ابن بطوطة مما قاله الزاهد، فلم يكن قد صار في حلمه بعد أن يذهب إلى هذه البلاد، ولأنه كان يريد السفر والفرجة، فقد انفصل عن ركب الحجاج التونسي وسافر للقاهرة. عنوان: الطريق إلى عذاب. في القاهرة راح ابن بطوطة يتجول ويتفرج على جامع عمرو والمدارس التي لا يحيطها حصر، وبيماراستان مستشفى بين القصرين، وزوايا المتصوفة الفقراء المعروفة في مصر بالتكايا، والتي يتنافس أمراء المماليك في بنائها والإنفاق عليها، ومدافن بداخلها غرف للمبيت فيها كل ليلة جمعة، وزار مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الشافعي، ورأى الأهرام، ولقي قضاة المذاهب الأربعة، شاهدهم جلوسا على درجات بين يدي السلطان الناصر يحكمون بين الناس في المظالم والشكايات، ولاحظ أن علماء مصر قد وفدوا إليها من جميع بلاد الإسلام، فقد صارت مصر أكبر مركز للعلوم الإسلامية، واتسع صدرها للعلماء النازحين من كافة البلدان في العالم الإسلامي. وغادر ابن بطوطة القاهرة إلى الصعيد في طريقه إلى ميناء عذاب على البحر الأحمر، لكي يبحر منه إلى جدة على الشاطئ المقابل، وبات ليلة في زاوية ابن حناء بدير الطين دار السلام الآن، وكانت بها من قبل فيما يقال قطعة من قصعة كان يأكل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وميل أي مرود
كان يكتحل به، ومسلة كبيرة كان يخيط بها نعله، ومصحف بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعبر ابن بطوطة النيل وسار إلى منية الخصيب المينيا الآن، ورأى في ملوي 11 معصرة لقصب السكر، ورأى بمنفلوط أضخم منبر شاهدته عيناه، وجلس علماء قوس، وزار في قلب معبد الكرنك بالأقصر مسجد أبي الحجاج الأقصري، كان مسجدا ريفيا جميلا مطليا بالجص، وبهره السوق التجاري الكبير في إسنا. وعبر ابن بطوطة النيل عند إدفو إلى قرية العطواني، واستأجر جمالا تحمل له الماء والزاد، وسار في وادي العلاق إلى عذاب. كان الطريق صحراويا طويلا تكثر فيه الضباع، بات به إحدى لياليه مع الحجاج يطارد الضباع بالسيوف والنيران، ووصل إلى عذاب بعد 18 يوما. عنوان: حرب صغيرة. كانت عذاب تقع في أرض قبائل البجاه البشارية الآن، وكانت آبارها مالحة المياه، وكان البجاويون ينتشرون على طول ساحل البحر الأحمر إلى السودان. وكانت عذاب قد صارت طريقا للحج من مصر قبل 3 قرون، فقد كان الصليبيون يقطعون الطريق على حجاج مصر عبر سيناء والعقبة. ومع أن مماليك الصليبيين قد زالت من الشام، فقد استمر المصريون يسافرون للحج عن طريق عذاب اختصارا للطريق. كان البجاويون فرسانا سمر الألوان أمناء وشجعانا، وكانوا ماهرين في التجارة، ويضعون على رؤوسهم عصائب حمراء، ويرتدون ثيابا صفراء، ويركبون الجمال على سرج مثل سرج الخيل، وكانوا يسيطرون على الأمن على طول سواحل البحر نظير مقاسمتهم لوالي السلطان في إيراد ميناء عذاب، يأخذ هو ثلثه ويأخذون هم ثلثيه. وتنشب حرب صغيرة بين الحدربي سلطان البجاه ووالي السلطان المصري في عذاب، ينتصر فيها البجاويون ويحرقون السفن، وعندئذ يبيع ابن بطوطة زاده ويعود ومعه الجمال إلى صعيد مصر، وقد يئس من الحج في عامه، ويركب من أدفو مركبا تسير به في النيل إلى القاهرة في وقت الفيضان، ويسافر إلى سيناء مارا ببلبيس والصالحية في طريقه إلى الشام. عنوان: الطريق إلى دمشق. على طول الطريق في سيناء كان ابن بطوطة يبيت لياليه في خانات على الطريق، وكانت بجانب كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشتري منه ما يحتاجه هو وركوبته. وبلغ نقطة قطية على الحدود بين مصر وفلسطين، وقدم لرجال الحدود براءة أي وثيقة المرور، ولم يدفع لهم ضريبة الزكاة لأنه لم يكن من التجار. اجتاز ابن بطوطة مدينة غزة إلى الخليل. كانت مدينة صغيرة في بطن واد، كان مسجدها شاهق الارتفاع أنيق الصنعة مبنيا من الصخر، وفي أحد أركانه صخرة يبلغ قطرها 9 أمتار. وزار بغار في المسجد، وفيها قبور عدد من الأنبياء، وقرأ ما عليهما من كتابات ونقوش، ثم توجه إلى القدس وزار المسجد الأقصى، ودخل قبة الصخرة، وأخذ الطريقة الرفاعية على يد الشيخ عبد الرحيم الرفاعي، وارتدى ثياب التصوف والشرك، وراح يتجول في أرض فلسطين وقد خرب الكثير من بلادها. فمسجد عمر في عسقلان لم يبق منه سوى جدرانه، وعكا قد خربت وخرب سورها، ويزور قبر أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح في غور الأردن، وبات بزاوية عنده، وزار بطبرية الجب الذي يقال إنه الجب الذي ألقى فيه إخوة يوسف به، وكان جبا كبيرا عميقا تتجمع فيه مياه الأمطار، يشرب من مائه ويصلي بمسجد صغير بجانبه، كانت بصحنه زاوية للعبادة، ورأى بحيرة طبرية.
وصل ابن بطوط رحلته مع الساحل إلى لبنان، فرأى مدينة صور التي يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وصيدا وبيروت، وكانت بيروت ما تزال مدينة صغيرة. شرق ابن بطوطة فزار حمص وحماه الشهيرة بنواعيرها أي سواقيها، ومعرة النعمان، وزار بها قبر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وزار سرمين الشهيرة بصناعة الصابون من زيت الزيتون في قطع مربعة الشكل أو مستطيلة، وقد أخذ الغرب هذه الصناعة عن العرب. وعجب ابن بطوطة من أهل سرمين وضحك عليهم، كان أهلها كثير السباب عالي الأصوات، وكانوا يتشاءمون برقم 10، وإذا عدوا نقودا وبلغوا الرقم 9 قالوا 9 و1، 9 و2، وهكذا. ورأى قلعة حلب الشهباء، وتجول بين بساتينها، وسمع ما قيل فيها من أشعار، ثم اتجه غربا إلى أنطاكيا التي استردها الظاهر بيبرس يوما من الصليبيين، وبات بها في زاوية حبيب النجار، ورأى بها شيخ الزاوية وقد جاوزت سنه 100، وما يزال قوي البنيان، وكان معه ابنه وقد جاوز 80، وصار محدودب الظهر يتكئ في سيره على عصا، فظن ابن بطوطة أن الولد منهما هو الوالد والوالد هو الولد. وزار بالقرب من أنطاكيا حصون الإسماعيلية الفداوية، وكان السلطان الناصر يستخدمهم في قتل خصومه بكافة الأقطار. عنوان: لا تخف يا بني. بهر ابن بطوطة بجمال دمشق وغوطة أي بساتين دمشق والجامع الأموي بدمشق وأبوابها وما بها من أسواق ومدارس وزوايا وعلماء ومتصوفة. دخل ابن بطوطة دمشق في اليوم 9 من شهر رمضان، وقد مضى على خروجه من طنجة أكثر من عام، وكان ما معه من مال قد قارب على النفاد، فأخذ يتجول قلقا في شوارع دمشق، ورأى غلاما صغيرا يبكي، فقد سقط من يده صحن من الفخار الصيني وتكسر، فجلس يبكي خوفا من سيده، فأشار عليه الناس بالذهاب إلى صاحب أوقاف الأواني ومعه شظايا الصحن، وسار ابن بطوطة خلفه، ورأى صاحب أوقاف الأواني يأخذ الصحن المكسور من الغلام ويطيب خاطره قائلا له: لا تخف يا بني، ويعطيه نقودا يشتري بها صحنا سواه. فتأثر ابن بطوطة بما شهده من رقة الناس ورحمتهم، وحدث نفسه أنه لن يضيع في دمشق، وسأل صاحب أوقاف الأواني عن رجل من أهل الخير، فدله على مدرس المالكية بالجامع الأموي نور الدين السخاوي. رحب نور الدين بابن بطوطة وصار يفطر عنده في ليالي رمضان، وتغيب عن داره في الليلة 5، فذهب نور الدين إليه حيث ينزل، فوجده مصابا بالحمى، فقال له نور الدين: أحسب داري كأنها دارك أو دار أبيك أو دار أخيك. وحمله إلى بيته وأحضر له طبيبة كتب له أدوية وأغذية، وظل ابن بطوطة مقيما عنده إلى يوم العيد، وكان قد شفي من مرضه، وآن له أن يذهب إلى الحج، ولم يكن قد بقي معه مال، فزوده نور الدين بالمال والزاد، واستأجر له جملا يركبه وآخر يحمل زاده، وأوصاه بالدعاء له في البيت الحرام وفي جبل عرفات. عنوان: الطريق إلى مكة. عند قرية الكسوة اجتمع ركب الحجاج الشامي، وكان الركب يضم كثيرين قادمين من العراق وآسيا الصغرى ومصر وخراسان وبلاد ما وراء النهر بالسند، وكان الركب يرأسه أمير من كبار أمراء المماليك، تحرسه قوات عسكرية من فرسان العرب. سار الركب عبر وادي حوران إلى الجنوب من دمشق في مجموعات يرأس كل مجموعة منها أمير. ورأى ابن بطوطة في رحلته إلى مكة مواطن لها ذكريات دينية وتاريخية في نفوس المسلمين. رأى مدينة بصرى التي نزل بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوج بها، ورأى مبرك ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببصرى، وقد بني عليه مسجد عظيم،
وشاهد حصن الكرك أو حصن الغراب، وكان مدخله منحوتا في الحجر الصلد، وكان السلاطين يلجؤون إليه عندما يتمرد عليهم الأمراء، ورأى العين الشحيحة الماء في تبوك، وكانت المورد الأكبر للماء يتزود به المسافرون بما يكفي أكثر من 4 أيام في صحراء قاحلة تمتد إلى العلا تعزف بها رياح السموم. ورأى ديار ثمود منحوتة في جبال من الحجر الأحمر يتفادى المسافرون الشرب من مائها، وشاهد مدائن صالح خارج المدينة المنورة، وزار المسجد النبوي بالمدينة، وعند نهاية حرم المدينة بالقرب من مسجد ذي الحليفة أحرم ابن بطوطة بالحج، ولبه مع الملبين في الوديان والجبال، وقد ارتدى ثياب الإحرام البعلبكية البيضاء، واجتاز السهل الذي جرت فيه غزوة بدر، وقد صارت به حدائق نخيل، وشيد به حصن منيع لا يصل إليه أحد إلا من بطن واد بين جبال، ورأى ببدر عينها الفوارة بالماء، ورأى القليب الذي ألقي فيه بقتل المشركين، وصلى في مسجد بدر عند نخل القليب. وبلغ مكة مع الركب ذات صباح، وعندئذ غمرته أشواق الروح، فطاف مع الحجاج طواف القدوم حول الكعبة الشريفة، ونزل ضيفا بالمدرسة المظفرية، وشاهد أبواب مكة وأبواب المسجد الحرام والميزاب والحجر الأسود ومقام إبراهيم والمآذن والصفا والمروة، وشرب من ماء زمزم، ورأى غار حراء الذي نزل فيه الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة، وقضى شعائر الحج إلى طواف الوداع. عنوان: صحراء تحكمها القبائل. غادر ابن بطوطة مكة إثر وقفة عرفات بعشرة أيام مع ركب الحجاج العائد إلى العراق، كان يريد أن يرى بلادا جديدة في أرض الله، فهو مثل أجداده العرب جواب آفاق، يسئمه طول المقام وتضجره ملازمة المكان. كان أمير ركب العراق هو البهلوان بن الحويج، وكان صوفيا من أهل الموصل من أتباع الطريقة الصوفية القلندرية، وكان يحلق مثل أتباع طريقته شعر لحيته وحاجبيه، وأكرم البهلوان بن بطوطة فأركبه هودجا على جمل يسير بجواره. لم يكن قلب الجزيرة العربية يخضع في زمان ابن بطوطة لسلطان دولة، فقد عاد إلى عصر القبائل الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظل أهله على دين الإسلام، ولذلك كان ركب الحجاج العراقي يسير في حراسة الفرسان، ولشدة الحر كان الركب يسير ليلا يحيط به حملة المشاعل، ويستريح نهارا حيث توجد آبار ماء لأبناء السبيل، فيقام سوق متنقل وتجري حركة البيع والشراء، وتوقد النيران تحت قدور عظيمة من النحاس لطهو الطعام. اجتازت القافلة وادي العروس وأرض نجد طيبة الهواء، وكانت الجمال تسير في صفوف كأنها القطارات مارة بالقرى والآبار حتى وصلت إلى القادسية شرقي نهر الفرات، وكانت فيما مضى مدينة كبيرة حدثت عندها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس التي انهارت بعدها إمبراطورية كسرى، وصارت قرية كبيرة عامرة بحدائق النخيل أي القادسية. ورحل ابن بطوطة مع القافلة إلى الروضة الشريفة بضريح الإمام علي بالنجف كما يسميها الناس، ورأى الأسواق والمدارس والزوايا المكسوة الحيطان بالقيشاني، وكان للروضة عتبة من الفضة، وكانت قبتها مكسوة بالحرير، وقد فرشت تحتها البسط، وتدلت منها قناديل الذهب والفضة الكبار والصغار، وتحت القبة كانت مصطبة كبيرة مكسوة بالخشب بصفائح الذهب المنقوشة مسمرة بمسامير الفضة، ويقال إن تحتها قبر آدم وقبر نوح وقبر الإمام علي كما يزعمون، وكانت ثمة تصوت من الذهب والفضة بها ماء الورد والمسك والعنبر، غمس ابن بطوطة يديه فيها ومسح وجهه بها تبركا على حسب اعتقاده وزعمه. عنوان: حلقة ذكر. انفصل ابن بطوطة عن ركب الحجاج العراقي، وتوجه الركب إلى بغداد،
لكنه هو توجه مع عرب خفاجة إلى مدينة واسط بين نهري دجلة والفرات. عبر الفرات في منطقة مستنقعات مليئة بالقصب يسكنها أعراب قطاع طريق، لكنه كان آمنا في حماية أمير القافلة الخفاجية شامر ابن دراج. انشغلت القافلة بالتجارة خارج واسط، وذهب هو إلى قرية أم عبيدة ليزور بها قبر الولي أبي العباس أحمد الرفاعي، ويرحب به حفيده ويشركه معه في حلقة ذكر شركية إثر صلاة العشاء وسط لهيب النيران في أحمال من الحطب. وكان بعض الراقصين على طريقة الشرك الصوفية يأكل النار، وبعضهم يقطع رأس الحية بأسنانه. انحدر ابن بطوطة إلى البصرة وصلى بمسجدها المرتفع الفسيح، ورأى به مصحفا كان الخليفة عثمان بن عفان يقرأ فيه حين قتل، وكان يأكل من تمور البصرة المسكرة رخيصة الأسعار، بل المسكرة رخيصة الأسعار، ويشعر بالاستياء حين يصلي الجمعة بمسجد البصرة. فخطيب المسجد كان كثير الأخطاء في النحو، وقد كانت رياسة علم النحو في يد علماء البصرة قبل قرون. عنوان العابد الصياد. ركب ابن بطوطة قاربا ينحدر به إلى الأبلة التي صارت آثارا خربة بين بساتين متصلة ونخيل، والباعة على الشاطئين جالسون في ظلال الأشجار يبيعون الخبز والسمك والتمر واللبن والفواكه. وبلغ القارب مدخل الخليج العربي، فعبر بحر الخليج عرضا إلى عبدان على الشاطئ الغربي لإيران، وكانت بها زاوية لرجل عابد في أرض سبخة. كان الرجل يصلي حين دخل عليه ابن بطوطة، فأوجز في صلاته وسلم عليه وأخذ بيده، وأدرك أن ابن بطوطة رجل رحالة جواب آفاق، فقال له: بلغك الله مرادك في الدنيا والآخرة، سحت في الأرض مثلك ولم أدع ديارا إلا دخلتها، ثم لزمت هذا المكان وانقطعت فيه للعبادة. كان من عادة عابد عبدان أن يغادر زاويته قبيل كل غروب ويوقد بمساجد عبدان المسارج، وكان من عادته أن يذهب إلى الخليج ويصيد سمك يعود به لطعامه ولضيوفه. بات ابن بطوطة في تلك الزاوية ليلة، ثم ركب البحر إلى بلدة ماجول، وسار برا إلى مدينة رامز حتى بلغ مدينة تستر عند أول الجبال، ونزل ضيفا بمدرسة الشيخ شرف الدين موسى. كان الشيخ فقيه فقهاء تستر وواعظها وإمامها، رآه جالسا يصلي بالناس في بستان والتائبون يتوبون على يديه على الطريقة الشركية، وهو يجز شعر ناصية كل تائب، ورأى الناس يتقدمون إليه برقاع مكتوبة يستفتونه فيها في أمور الدين، وهو يجيبهم عن أسئلتهم سؤالا بعد سؤال. عنوان كلمة حق. غادر ابن بطوطة تستر واجتاز في 3 أيام جبالا شامخة، ودخل مدينة أيذج، ورأى بها سقيفة مرتفعة مزدحمة بأناس واجمين وحزانا، فقد مات ابن حاكم المدينة وهاب رفاقه دخول السقيفة، لكن ابن بطوطة تجرأ ودخلها وجلس بالقرب من الحاكم على سجادة خضراء. كان الحاكم جالسا حزينا على وسادة، وأمامه آنيتان إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة يشرب منهما بين حين وآخر، وبدا في حالة من السكر. سأله الحاكم عن حاله وعن بلاده وعن مصر وبلاد الحجاز، واستاء ابن بطوطة لحال الحاكم، فقال له بشجاعة: أنت يا مولاي من أبناء السلطان أتابك أحمد المشهور بالصلاح والزهد، وليس فيك ما يعيبك سوى هذين الإناءين. وأراد ابن بطوطة الانصراف فأمره بالبقاء، وقال له بخجل: الاجتماع مع أمثالك رحمة. وهمس شيخ المشايخ في أيذج لابن بطوطة قائلا: ما قلته لحاكمنا لم يكن أحد يقدر على قوله له، وإني لأرجو أن يؤثر قولك فيه ويتوب إلى الله. زود الحاكم ابن بطوطة وأصحابه بمال، فساروا شمالا مجتازين بلاد غربي إيران إلى أصفهان، وكان أهلها في قتال وفتن بسبب مذاهبهم في الدين. كانوا حسان الوجوه شجعان، ألوانهم بيضاء
مشربة بحمرة، وكانوا كرماء يتنافسون في الكرم للأضياف ويتشاجرون عليهم، ويزايد بعضهم على بعض في إكرام الضيف، فأكل على موائدهم المشمش والسفرجل والعنب والبطيخ، وكان يأكله لأول مرة، وأهداه عابد أصفهان جبة بيضاء مبطنة وألبسه طاقيته إكراما له. عاد ابن بطوطة ينحدر مع صحبه من أصفهان جنوبا إلى شيراز، وجدها مدينة عامرة بالمباني والأسواق يفوح كل شيء فيها بالنظافة. عنوان: قاض وشاعر. كانت شيراز في سهل تحيط به البساتين، وتمر حولها خمسة أنهار، بينها نهر عجيب هو نهر ركن آباد، فمياهه العذبة باردة في الصيف دافئة في الشتاء، وتنحدر من سفح جبل. وكان أهل شيراز أهل صلاح، ونساؤها يلبسن الخفاف ولا يخرجن إلا متبرقعات، ويجتمعن بالآلاف في المسجد الأعظم، والمراوح بأيديهن في أيام الاثنين والخميس والجمعة يستمعن إلى واعظ المسجد. وزار ابن بطوطة قاضي شيراز مجد الدين إسماعيل، فأنزله ضيفا بدار منفردة بمدرسة شيراز. وجاء رسول من قبل سلطان العراق المغولي المسلم أبي سعيد سلطان الدولة الإليخانية بفارس والعراق، ودخل على القاضي مجد الدين مع خمسة قواد في مجلسه، ونزع غطاء رأسه احتراما للقاضي، وقعد ممسكا إحدى أذنيه بيديه إظهارا لاحترامه له، وظل على حاله هذه طول جلوسه على عادة المغول مع كبرائهم. كانت للقاضي مجد الدين مهابة يخافها السلاطين، فقد حاول سلطان قبل أبي سعيد أن يفرض على مدائن عراق العجم غربي إيران وعراق العرب العراق الآن مذهب الروافض ويترك مذهب أهل السنة، فغضب قضاة المدائن ورفضوا أوامر السلطان فسيقوا مكبلين إلى حضرته، وأمر السلطان بإلقائهم واحدا بعد آخر لكلاب ضخام مفترسة، وبدأ رجاله بالقاضي مجد الدين ساقوه إلى الساحة وأطلقوا سلاسل الكلاب الجائعة المفترسة، واندفعت الكلاب نحو القاضي مجد الدين، وحين وصلت إليه حركت أذنابها وجثمت بين يديه، وارتفع صياح الحراس والناس مكبرين، فسحبت الكلاب من الساحة، ونزل السلطان حافي القدمين وأخذ يقبل قدمي القاضي، وخلع عليه ثيابه السلطانية وصحبه إلى قصره، وأمر ببقاء الناس على مذهب السنة والجماعة، وصار الناس لا يخاطبون القاضي مجد الدين إلا بلقب مولانا أعظم. وزار ابن بطوطة بخارج شيراز قبر الشيخ الصالح السعدي الشاعر صاحب ديوان جالستان، ومشى في بستان مليح عند رأس النهر الكبير، وكان الناس عند قبره يغسلون ثيابهم في أحواض صغيرة من المرمر، والفقراء جالسون إلى موائد مبسوطة يأكلون الطعام. وغادر ابن بطوطة شيراز إلى كازارون، وذهب لزيارة العابد أبي إسحاق الذي قيل له عنه إن مسلم الصين والهند يعظمونه، وينظر له البحارة النذور على عادة أهل الشرك عندما تهب عليهم العواصف أو يخافون غارات القراصنة في البحار، ونعوذ بالله من أولئك ومن سيرتهم. عنوان: بقايا عصر. من غربي إيران عبر ابن بطوطة نهري دجلة والفرات إلى الكوفة، مغادرا أرض عراق العجم إلى عراق العرب، وعبر الحلة إلى بغداد، كان نهر دجلة يشقها وعليه جسران، ولم يكن قد بقي الكثير من مجدها، لم يعد باقيا منها سوى اسمها، فالعمائر هجرت والمدارس خربت، وزعامة العلم قد انتقلت منها إلى القاهرة ودمشق وتبريز، ومع ذلك أظل أهل العلم فيها يحافظون على هيبتهم العلمية، لكن المساجد كانت ما تزال باقية، والحمامات ما تزال رائعة،
كانت بها خلوات للمستحمين، وفي كل خلوة منها أنبوبان للماء البارد وللماء الساخن، وحوض للاغتسال بجانبه ثلاث مناشف، وزار بها قبور 32 خليفة عباسية، كان آخرهم الخليفة المعتصم بل المستعصم الذي ذبحه التتر بالسيف بعد أيام من دخولهم بغداد، وزار قبري الإمام أبي حنيفة والإمام ابن حنبل وقبر الإمام الكاظم، وكان في داخل بستان وعليه ضريح من الخشب مكسو بالفضة، عنوان سوق الجواهر. التقى ابن بطوطة بالسلطان أبي سعيد سلطان فارس والعراق، وكان أبوه التتري بهادر قد أسلم، فأسلم بإسلامه وورث الملك من بعده. كان أبو سعيد صغير السن جميلا أمرد الوجه، صحبه أبو سعيد معه في مركب للنزهة بدجلة تتبعها مراكب أخرى بها المطربون والعازفون، ثم صحبه معه في موكب مهيب إلى تبريز في أقصى الشمال الغربي لإيران شرقي نهر دجلة، تحيط به العساكر والطبول والنقارات والأمراء والأعلام مع الخاتون أي الملكة زوجة أبي سعيد، ودام السفر 10 أيام. أبدى ابن بطوطة للسلطان رغبته في الحج فأعطاه زادا وحصانا ومالا، فعاد إلى بغداد، وكان قد بقي على موسم الحج شهران، فقرر ابن بطوطة أن يواصل فيهما الارتحال إلى شمال العراق، فرأى سامرة وقد صارت خرابة، وقلعة تكريت كثيرة المساجد حسنة الأسواق، وحصنا له أبراج كله من الحديد بقرية العقر، وقيارة سوداء ينبع من أرضها القار ويكون بركا كبيرة سوداء من النفط يوقد فيها الناس النار فتنعقد وتجف وتصير قارة تطلى به جدران السفن، وأسفل حوائط الحمامات فلا ينفذ منها الماء، ونافورة تحت قبة بصحن مسجد يندفع منها الماء من عين أرضية فوارة، ورأى مدائن نصيبين ودارا وماردين، وفي ماردين لقي القاضي برهان الدين الموصلي، وكان قاضيا مهابا يخاف الناس الاحتكام إليه فيسارعون إلى فض ما بينهم من منازعات. وكر ابن بطوطة عائدا إلى بغداد فوجد ركب الحجاج العراقي على أهبة الرحيل، عنوان برية الغزلان. انضم ابن بطوطة إلى ركب الحجاج وسعد إذ وجد أمير الركب هو صديقه البهلوان محمد الحويج، أصيب وهو بالكوفة بإسهال حاد لازمه طول الطريق إلى مكة، ولم يشف منه إلا إثر عودته من المبيت في منى. كان المرض قد أجهد ابن بطوطة فبقي بعد الحج مجاورا للكعبة، وكان ينزل ضيفا بالمدرسة المظفرية وينعم بطيب العيش وبالتفرغ للعبادة والطواف ولقاء المجاورين للكعبة من أبناء مصر والمغرب. استرد ابن بطوطة عافيته بعد شهور فغادر مكة إلى اليمن في سفينة متوسطة الحجم عميقة الباطن، هبت عاصفة بحرية حملت السفينة بعيدا عن اليمن إلى رأس دوائر بين ميناء عذاب وسواكن، ولم يشعر بالضيق فهو رحالة تستوي عنده كل البلاد. نزل إلى الشاطئ وآوى إلى مصلى من عريش القصب كان بجانبه الكثير من قشور بيض النعام مليئة بالماء، رحل مع البجاويين إلى سواكن في برية كثيرة الغزلان، وعجب لأن الغزلان لا تفر من الناس، وزالت دهشته حين علم أن البجاويين لا يصيدونها ولا يأكلون لحومها، ولذلك أمنت لهم وأنست إليهم. وركب البحر من سواكن في سفينة أخرى حملته إلى اليمن وكانت في حكم بني رسول، وزار مدن حلي وزبيد وتعز وصنعاء، وكان المطر غزيرا يغسل شوارع صنعاء المبلطة، وعاش أياما بين بساتين صنعاء
ينعم مع أهلها بالطرب والسمر والطعام في الخلاء، ثم ارتحلا إلى عدن. عنوان: منافسة على كبش. كانت عدن شديدة الحر، تحف بها الجبال مملوءة بالصهاريج التي تجتمع فيها مياه المطر متدفقا من الجبال، وكانت مرسى لسفن الهند ومصر، يأتي إليها تجار البحر من قاليقوط والسويس، وكان أهل عدن من التجار والحمالين وصيادي الأسماك. وكان تجار عدن واسعي الثراء، لهم سفن تجارية خاصة تجوب البحر الأحمر والمحيط الهندي. عجب ابن بطوطة إذ رأى حب أهل عدن للمزايدة، وضحك حين شاهد ما شاهده. تنافس غلامان لتاجرين على شراء كبش لا تزيد قيمته عن دينار، ولم يكن بالسوق يومئذ كبش سواه، وانتهى الثمن لأحد الغلامين على 400 دينار، فدفعها لتاجر الأغنام وعاد بالكبش إلى سيده، وفرح به سيده وبما فعله فأعتقه وأعطاه مكافأة هي 1000 دينار. عاد الغلام الآخر خائبا إلى سيده فضربه وأخذ ماله وطرده بعيدا عنه. عنوان: ثوب أبي المواهب. أبحر ابن بطوطة من عدن عابرا باب المندب إلى زيلع في جيبوتي الآن على الساحل الشرقي لإفريقيا، ولم يطق البقاء بها، ففر منها بسرعة لقذارتها بسبب فضلات السمك ودماء الجمال التي تترك في الأزقة حتى تتعفن. ركب البحر إلى مقديشيو بالصومال الآن، فاستقبله الناس مرحبين، وصاحبه القاضي لزيارة السلطان فأنزله ضيفا بدار الطلبة. شد ابن بطوطة على وسطه فوطة مثل أهل المدينة، وارتدى صدارا مبطنا، ووضع على رأسه عمامة مصرية، ثم واصل رحلته إلى مومباسي الآن بأرض كينيا، وصلى في مساجدها الخشبية، ثم واصل رحلته إلى زنجبار وإلى كيلوا، وكلاهما بتنزانيا الآن. وكان يحكم كيلوا السلطان أبو المواهب، كان سلطانا كريما لا يكف أبدا عن حرب الزنوج ونشر الإسلام بينهم. عنوان: خيول ظفار. أبحر ابن بطوطة من كيلوا إلى ساحل عمان على شاطئ المحيط الهندي، ودامت رحلته في البحر شهرا، ونزل في ظفار بأرض صحراوية تسعى بها خيول برية يطاردها الناس ويمسكون بها ويصدرونها إلى الهند. كان الظفار آنذاك بلا موارد، وكان سوقها قذرة كثير الذباب، وأكثر أهلها صيادون يأكلون السردين طازجا ويطعمونه دوابهم مجففا، وكانوا كرماء كرم أهل المغرب. وعجب ابن بطوطة حين رأى الجند جالسين عند قبر والد سلطان ظفار مضربين عن العمل، لأن رواتب شهرهم تأخرت عنهم، وزاد عجبه حين رأى نقود التعامل من النحاس والقصدير وليست من الذهب والفضة، ولأن الناس يسيرون عراة الرؤوس، وأشعر بالتعاسة حين وجد أكثر أهل ظفار مصابين بداء الفيل، وهو انتفاخ القدمين، ويعانون كثيرا من احتباس البول. وصل إلى ظفار وهو بها مركب هندي محمل بالأرز والحرير والقطن والكتان، فأسرع رجال السلطان في القوارب إلى السفينة يحملون كسوة كاملة لربان المركب ولوكيله ولكاتبه، ثم عادوا بهم يرتدون ثياب السلطان إلى الشاطئ، فركبوا 3 خيول إلى دار السلطان. وأضاف السلطان كل من في المركب 3 أيام، واشترى التجار من أهله ما معهم من بضائع، وباعوا إليهم خيول ظفار العربية. عنوان: رأس الوزير. ذهب ابن بطوطة وهو بظفار إلى الأحقاف ديار هود، وصلى في مسجد على البحر بجانب قرية للصيادين، ورأى بزاوية القرية قبر قيل له إنه قبر النبي هود، وكانت حول القرية بساتين موز كبير الجرم تزن الموزة منها 12 أوقية، ورأى شجيرات التانبول أي القات المتسلقة، وأشجار النارجيل أي جوز الهند التي تشبه النخيل، وكان يراه لأول مرة. كانت ثمرته أي جوزته مثل رأس ابن آدم، وعليه ليف يشبه الشعر تصنع منه حبال المراكب،
قيل له إن أكل ما في الجوزة يقوي البدن ويزيد في حمرة الوجه، وأطعموه من مستخرجاتهم منه عسلا وحليبا وزيتا، وحدثه أهل القرية أنهم جلبوه من الهند وزرعوه بأرضهم وحكوا له خرافة عن شجرة جوزة الهند. زعموا أن حكيما من حكماء الهند في غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوك ومعظما لديه، وكان للملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة. فقال الحكيم للملك: إن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه نخلة تثمر ثمرا عظيما يعود نفعه على أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا. فقال له الملك: فإن لم تظهر من رأس الوزير هذه الشجرة فماذا أفعل بك؟ فقال الحكيم: إن لم تظهر هذه الشجرة فاصنع برأسي مثلما صنعت برأس الوزير. فأمر الملك الهندي برأس الوزير فقطع، وأخذ الحكيم رأس الوزير وغرس نواة تمر في دماغه وسوى عليها التراب ورواها ورعاها، فنبتت شجرة النارجيل وكبرت وأثمرت جوز الهند. عنوان: تاكل لا. من ظفار أبحر ابن بطوطة في طريقه إلى عمان في مركب صغير، وعلى طول الطريق كان ينزل بمراسي على الساحل ويرى ما لا عهد له به من قبل. رأى شجر الكندر في حاسك، وكان له ورق رقيق يشرطه الناس فيقطر ماء بلون اللبن ما يلبث أن يجف ويصير لبانا. ورأى بيوت الناس بحاسك مقامة من عظام السمك الضخمة وسقوفها من جلود الجمال، ورأى جبال لمعان قائما في وسط البحر وبيوت الناس فيه من حجارة الجبل لكن سقوفها من عظام السمك، ورأى جزيرة الطير تعج سماؤها بطيور مثل طيور الشقاشق، وأهل الجزيرة يطهون الطيور وبيض هذه الطيور يأكلونها. ورأى ابن بطوطة وهو بالمركب مركبا أخرى كانت تسبقه وكان بها بعض التجار وغرقت في العاصفة هي ومن بها، ورأى رجلا يصارع الموج من أهلها فساعده أهل المركب على الصعود إلى مركبهم. ومر المركب بجزيرة مصيرة تلوح على البعد، وبعد يوم وليلة وصل المركب بابن بطوطة إلى قرية صور الكبيرة فنزل بها، وكان قد كره صحبة أهل المركب وتشاءم به على عادة أهل التشاؤم من ضعيف الإيمان واليقين. ورأى على البعد مدينة قلهات قائمة في سفح جبل، وكان الوقت ظهرا فعزم على المشي نحوها مع صاحبه الهندي مولانا خضر، وصحب معه دليلا حمل ثيابا له، وترك بقية أشيائه بالمركب مع أصحاب له إلى أن يلحقوا به في قلهات. في الطريق كان خليج بحري يختصر الطريق إلى قلهات، وأراد الدليل عبور الخليج بثياب ابن بطوطة فشك فيه، ورأى الناس لا يجتازونه إلا سباحة، فأدرك أن الدليل يريد الهرب بالثياب، فإذا لحق هو ومولانا خضر به غرق في الخليج، فهدده ابن بطوطة برمحه ووصل طريقه في الصحراء. وكان يظن أن المسافة على بعدها قريبة، لكن الليل أدركه فنام صاحبه في الصحراء وبقي هو ساهرا يحرسهما ومعه الثياب، ثم واصل المسير مع الصباح يسند مولانا خضر الذي حل به المرض والعطش. وعندما وصل إلى أبواب المدينة كانت قدمه قد تورمتا وضاق عليهما نعلاه، ونزل هو وصاحبه ضيفين على أمير قلهات لا قدرة له على الوقوف يأكل سمكا مشويا على ورق الشجر وأرزا مجلوبا من الهند. وعندما قدر على المشي زار قرية طيبي القريبة وسعد بما فيها من بساتين وأنهار وأشجار، وتعلم من أهل البلد أن يلحق بكل كلمة يقولها كلمة لا، فكان يقول لصاحبه: تاكل لا، تمشي لا، تنام لا. عنوان: أصداف اللؤلؤ. من جديد عاد ابن بطوطة وصاحبه يسيران في الصحراء صوب بلاد عمان، ووصل إلى مدينة نزوة. كانت المدينة في سفح الجبل الأخضر تحيط بها البساتين والأنهار،
ووجد أهلها لا يأكلون إلا في صحون المساجد، يأتي كل بما عنده ويجلسون للأكل معه، ويجلس معهم كل ضيف أو عابر سبيل. وكان حديثهم على الطعام عن الحرب، فالحرب مستمرة فيما بينهم دائما. وعجب إذ رأى سلطان عمان أبا محمد ابن نبهان جالسا خارج باب داره بلا حاجب ولا وزير، وأكل معه لحم الحمار الإنسي، وأعانه السلطان هو وصاحبه على السفر إلى صحار على شاطئ الخليج العربي كي يصل عن طريق ميناء هرمز إلى الحجاز، فالطريق الساحلي بين عمان والقطيف بالسعودية مطمور بالرمال، وعبر البحر عند المضيق إلى هرمز التي كانت تابعة لسلطنة عمان، وعبر أراضي سبقة وأراضي صحراوية حتى وصل إلى مدينة سيراف على الشاطئ، فأبحر منها إلى البحرين، ورأى قوارب الغواصين الذين يغوصون إلى قاع المياه بحثا عن أصداف اللؤلؤ، وسار من القطيف في ركب الحاج النجدي إلى مكة عبر أرض اليمامة الخصبة في صحبة أمير اليمامة طفيل ابن غانم، وكان قد بلغ من العمر 29 سنة. إثر الحج عقد ابن بطوطة النية على السفر إلى الهند عن طريق اليمن، وطال انتظاره في جدة 40 يوما، ووجد سفينة صغيرة فتشاءم منها فرحلت بدونه، ولم تلبث أن غرقت في البحر، ونجا عدد من ركابها في قوارب النجاة وعادوا إلى جدة، ووجد مركبا أخرى صغيرة الحجم لكنها متينة البناء فركبها، لكن الرياح دفعتها مرة أخرى إلى أرض دوائر بالسودان، فصحبه البجاويون إلى ميناء عيذاب بأرض مصر، وعاد من جديد يجتاز صعيد مصر وسيناء والشام، فقد غير غايته من السفر لكي يزور بلاد الروم في آسيا الصغرى تركيا الآن. وكان أصحابه في رحلته هذه صديقه القاضي عبد الله التوزري التونسي، وظل متلازمين عددا من السنين لم يفترقا إلا بعد خروجه من بلاد الهند. عنوان: تنظيمات الأخية. ركب ابن بطوطة البحر من اللاذقية في سفينة كبيرة لتجار أوروبيين من جنوة في الشمال الغربي لإيطاليا الآن، حتى بلغ مع صاحبه ميناء العلايا على ساحل أضاليا. تنظيمات الأخية. ركب ابن بطوطة البحر من اللاذقية في سفينة كبيرة لتجار أوروبيين من جنوة في الشمال الغربي لإيطاليا الآن، حتى بلغ مع صاحبه ميناء العلايا على ساحل أضاليا. وكان ربان السفينة قد أعجب بهما فلم يأخذ منهما أجرا. كان الأتراك السلاجقة قد فتحوا هذه البلاد وأنشأوا فيها الإمارات، ونشر الأتراك دين الإسلام على الشاطئ الشرقي لأوروبا وحول البحرين الأسود وبحر آزوف. تأثر ابن بطوطة بأتراك العلايا لرقتهم ورحمتهم وحبهم مثله للنظافة وحسن تقديرهم للقضاة والفقهاء، ونزل مع صاحبه ضيفا على جلال الدين قاضي العلايا، وقدمه القاضي إلى ملك العلايا في قصره على مسيرة 10 أميال، وشاهد السفن الكبيرة تبنى على الساحل من أخشاب أضاليا وتحمل الخشب إلى مواني مصر، وأكل الليمون الأضالي الكبير والمشمش المسمى عندهم بقمر الدين، وراقت له العلايا. كانت مقسمة إلى 3 أحياء، في كل حي يسكن أهل ملة، وكان المسلمون في أكبر حي بالعلاية، وكان لكل حي سور تسد أبوابه أهله ليلا، وعند صلاة الجمعة كان أروع ما شهده في العلاية وهزة هو تنظيمات الأخية. كانت هذه التنظيمات شبيهة بنظام الفتوة في عصر الفرسان، وقد أقام هذا التنظيم في مدن الأناضول أهل الحرف والصناعات، فمن بين كل أهل حرفة يتجرد جماعة للتصوف من الشبان الأعزاب، ويجمعون من أهل حرفتهم مالا يبنون به زاوية تفرش بالبسط، وتجهز بثريات الزجاج العراقي أي المشكوات، وبالسرج النحاسية المثقبة الموضوعة على البسط، وغايتهم هي الاحتفاء بالغرباء من أبناء السبيل وقضاء حوائج أهل حرفتهم والتصدي لمن يظلمونهم والشفاعة لهم عند الحكام.
كانوا يجتمعون إثر صلاة العصر يأكلون معه ويغنون معه ويرقصون رقص الدراويش الشركيين معه ويشركون معهم في كل ذلك الغرباء من أبناء السبيل. وإلى بيت من بيوت الأخية هذه دعاه شيخ الخرازين، وكان أصحابه يبلغون 200، وما كسبوه بالنهار ينفقونه بالليل. ذهب ابن بطوطة مع صاحبه التوزري إلى بيت الأخية إثر صلاة المغرب، ومشى على البسط الإيرانية الوثيرة تحت ثريات الزجاج، ولبس مثلهم قباء وانتعل خفة، ووضع في وسطه حزاما يتدلى منه سكين كثيف قصير، ووضع على رأسه قلنسوة بيضاء من الصوف بأعلاها ذيل في طول ذراع، وجلس بين المتكئات يأكل اللحوم والحلوى والفواكه، وأنصت إلى غنائهم وشاركهم في رقصة كرقصة الدراويش الشركية في منتصف دائرة من الفتيان، دائرا حول نفسه في سرعة ناشرا ثوبه حوله. عنوان: حجر من السماء. أخذ ابن بطوطة يتجول في مدائن تركيا شرقا إلى أرض رومي أذرنيجان الآن، وغربا إلى قسطموني وصيمبوب على شاطئ البحر الأسود، واجتاز في رحلته جبال طورس وجبال بنطس، وعبر أنهارا ومستنقعات وصحارى وسهوبا، وفي كل مكان كان ينزل على القضاة والملوك ضيفا ويقضي لياليه في زوايا الأخية. وقد لفتت نظره حرية النساء في العمل والحركة ومهارتهن في الصناعات الحرفية والنسوية وركوب الخيل والفروسية. وأراه سلطان بيركا حجرا أسود أصم شديد الصلابة، له بريق يربو وزنه على قنطار أي 100 كيلو جرام، وقال: هل رأيت قط حجرا نزل من السماء؟ فقال ابن بطوطة بدهشة: ما رأيت ذلك ولا سمعت به. فقال له سلطان بيركي: هذا حجر من السماء نزل بخارج بيركي. وجاء 4 قطاعين للأحجار وأخذوا يضربون فيه بمطارق الحديد فلم يؤثروا فيه أي تأثير. ورأى صاروخان سلطان مغنيسيا في ليلة عيد واقفا تحت قبة مع زوجته ينظران إلى جثمان ابنهما المصبر أي المحنط والمعلق بسقف القبة، محبة له وإيثارا له عن مواراته الثرى ولكي يرياه كل يوم. ورأى في قسطموني الشيخ دادا أمير علي بزاوية بالقرب من سوق الخيل، وكان شيخا صالحا معمرا. دخل عليه فوجده ملقا على ظهره فأجلسه خادمه ورفع له حاجبي عينيه ففتحهما وقال له بالعربية الفصحى: قدمت خير قدوم. وسأله ابن بطوطة عن عمره فقال له: كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله، وتوفي ونبن 30 سنة، وعمري الآن 163 سنة. وفقد ابن بطوطة في الطريق أفراسا بعضها نفق وبعضها غرق، وهرب منه دليل فارس فصار يتنقل بدون مترجم ويطلب من البائع سمنا فيعطيه تبنا، فلم يكن قد أحسن اللغة التركية بعد. ويجد امرأة تكون له دليلا ومرشدا في الطريق، وأوشكت أن تغرق معه وهي تعبر النهر وكان في طريق إلى صينوب. عنوان: عربات تجر على بكر. ظل ابن بطوطة 40 يوما ينتظر سفينة في ميناء صينوب تعبر به البحر الأسود، هو يسمع المخاوف عن عبور هذا البحر، حتى وجد سفينة ظل ينتظر بها 11 يوما إلى أن هبت ريح مساعدة فأبحرت به السفينة، لكنها واجهت في البحر الأسود عاصفة بحرية بعد 3 أيام، فعاد الربان بالسفينة إلى الميناء وتكررت المحاولة الفاشلة لعبور البحر مرة ثانية، لكنها في المرة الثالثة نجحت في عبور هذا البحر والوصول إلى قرب قارش كرش الآن على المضيق بين البحر الأسود وبحر آزوف، وتخوف ركاب السفينة من النزول، لكن ابن بطوطة وصاحبه التوزري غامرا بالنزول في موضع من البر
قريب من المدينة على ساحل غريب في منطقة سهوب السافانا المليئة بالحشائش الطويلة شرقي شبه جزيرة القرم. كانت منطقة القرم تابعة لدولة خانات المغول القفجاق من قبيلة القطيع الذهبي. كانت دولة تترية مسلمة بسطت سيادتها بين المجرى الأدنى لنهر الدون غربا والمجرى الأدنى لنهر الفولجا شرقا، شاملة نواحي كييف والقوقاز، وممتدة بين بحار آرال وقزوين وآزوف والبحر الأسود وبحر الأدرياتيك. دخل ابن بطوطة مدينة قارش ودهش لكثرة العربات المغطاة التي تجري على بكر وتجرها الخيول، واستأجر وصاحبه عربتين سارتا بهما إلى مدينة الكفة، ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصوات النواقيس من كل ناحية، فصعد إلى صومعة النواقيس ورفع صوته بالأذان، فأسرع إليه قاضي المسلمين مع رجاله مدججين بالسلاح، وأنقذه هو ومن معه من هلاك محقق. كان أكثر السكان من الأتراك المسيحيين، وكانوا لا يأكلون الخبز ولا الطعام الغليظ، فطعامهم لحم مطبوخ في لبن رائب. ورأى ابن بطوطة بمرسى الكفة ما يقرب من 200 سفينة حربية وتجارية بينها الصغير والكبير. عنوان: على ضفاف آزوف. وصل ابن بطوطة إلى ميناء آزاق آزوف الآن في عربات تجرها الخيل، وكان يقود عربته سائق يركب أحد جياد العربة فوق سرج وفي يده صوت كبير وعصا يوجه به فرسه القائد إلى الطريق. وكانت العربة ذات 4 عجلات لها قبة من قضبان خشبية مربوط بعضها إلى بعض بسيور الجلد ومكسوة باللبد، وكان بها طيقان مشبكة يرى من داخلها الناس ولا يرونه، ويملك أن يتقلب فيها وينام ويأكل ويقرأ ويكتب أثناء السير. ومن حوله كان يرى عربات أخرى تحمل الأثقال والطعام مغلقة بأقفال تجرها الأبقار، وكانت معه في عربته جارية وتتبعه عربة رفيقه التوزري وعربة أخرى كبيرة تجرها 3 جمال بها بقية الأصحاب. وحين كانوا ينزلون للراحة كانوا يطلقون الدواب ترعى الأعشاب من حولهم بلا رعاة ولا حراس، فمن يسرق دابة في هذه البلاد كان يكلف بردها إلى صاحبها ومعها 9 دواب، فإن لم يقدر على ذلك أعطى أولاده خدما لصاحب الدابة المسروقة، فإن لم يكن له أولاد ذبح كما تذبح الشاة. واستمع في خيمة كبيرة كالقبة من الحرير الملون مع الأمير تليكتيمور إلى ترتيل عجيب للقرآن وإلى غناء شجي حزين بالعربية وبالفارسية وبالتركية، وأدهشه احترام أهل البلاد للنساء وتعظيمهم لهن، وأدهشه كثرة الخيل ورخص أسعارها، وكان التجار يصحبونها عبر الوديان والأنهار إلى شمال الهند لبيعها هناك، لكنها كانت خيولا قصيرة الخطو لا تصلح إلا للركوب أو الجر أو حمل المتاع، ولم تكن خيول حرب واسعة الخطى سريعة العدو مثل خيول العرب في ظفار. عنوان: على ضفاف الفولجا. بلغ ابن بطوطة مدينة الماجر بورغوماد زهري الآن على ضفاف نهر كوما بالقرب من رأس دلتا نهر إتل الفولجا الآن، فوجد بها زاوية للرفاعية يعيش بها فقراء العرب والفرس والروم والترك، وتوجه إلى معسكر السلطان في مدينة الجبال الخمسة مدينة الحاج تورخان استراخان الآن في صحبة أمير، ولقي بها السلطان محمد أوزبك خان سلطان المغول القفجاق، وأكرمته الخواتين زوجات السلطان 4 وابنته وابنه، وأبدى رغبته في زيارة مدينة بلغار ليشهد بها مدى قصر الليل وطول النهار. كانت المدينة على ضفاف نهر الفولجا عند التقائه بفرعه نهر كاما، وصل إليها في شهر رمضان، فلما صلى المغرب وأفطر بالمسجد أذن لصلاة العشاء، وصلى بعدها مع الناس التراويح والشفع والوتر، وأدهش دهشة بالغة، فقد طلع الفجر ونودي له بالصلاة وهو لم يبارح مجلسه، وهم بالسفر إلى بلاد الظلمة شمالي الاتحاد السوفيتي الآن،
لكنه هاب مساحات الجليد، فعاد مسرعا إلى استراخان دون أن يزور بلاد فراء السمور والقاقم والسنجاب. عنوان: على ضفاف البوسفور. كانت بايرون إحدى زوجات السلطان رومية، ورغبت في زيارة أبيها الملك بالقسطنطينية اسطنبول الآن، فانتهز ابن بطوطة الفرصة وصاحبها ليرى مدينة قومها على الشاطئ الغربي لمضيق البوسفور، وتدفقت عليه الأموال والهدايا من السلطان وابنة السلطان وزوجات السلطان، ودخل القسطنطينية في موكب حافل، واستقبله ملك القسطنطينية، وراح يسأله باهتمام عن الصخرة المقدسة والقدس والخليل، ومترجم يهودي يترجم لهما ما يقولانه. خلع الملك عليه ثوبا ملكيا، وأمر بفرس ملجم طاف به في المدينة في موكب تدق فيه الطبول ليراه الناس ولا يؤذونه، وليرى معالم المدينة في سفح الجبل وكنيسة آيا صوفيا ذات الأبواب 13. بهرته الكنيسة، ولقي بداخلها المكسو بالرخام والد الملك، وكان قد ترك الملك لابنه وصار راهبا، ورأى الراهبات والرهبان، وطاف بالأديرة في المدينة، ونعم بالحفلات التي أقيمت. ومعلوم أن آيا صوفيا هذه أصبحت بعد فتح محمد الفاتح لهذا الموضع بأشهر مسجد في تركيا، ونعم بالحفلات التي أقيمت للأميرة زوجة السلطان، وأثرت الأميرة البقاء مع أهلها، فعاد هو مع رجال السلطان إلى السلطان، وكان آنذاك بمدينة السرة قرب مدينة غوريف عابرا جنوبي بلغاريا ورومانيا ومولدافيا وأوكرانيا. عنوان: الطريق إلى دلهي. دخل ابن بطوطة عبر رحلة شاقة استبدل فيها الخيل بالجمال مدينة خوارزم خيفة الآن بجمهورية تركمانستان، وكانت تموج بزحام الناس موج البحر. كانت المدينة ما تزال أعظم مدن الأتراك، يضل السائر فيها طريقه بالأسواق، وكانت خوارزم تابعة لسلطنة المغول في فارس والعراق، كانوا يطبقون في السياسة قوانين المغول وفي الاجتماع شريعة الإسلام، وأخذ يزور مدائن بخارى وترمذ وسمرقند وبلخ وهراغ وطوس والجام وغزنة، وهي الآن مدن متناثرة بين أفغانستان وجمهوريتي أوزبكستان وطاجكستان. ورأى الناس في مدينة نسف يغسلون رؤوسهم باللبن، ورأى بلخ وترمذ خاويتين على عروشهما منذ تدمير التتر لهما، ودخل إلى الهند من الشمال عبر ممر خيبر في جبال سليمان على ظهور الجبال، وكان معه صاحبه التوزري ما يزال، وجيبه مثقل بالمال، ومتاعه تنوء بحمله الجمال. جاز ابن بطوطة نهر السند إلى إقليم البنجاب في شهر سبتمبر في خريف حار عبر النهر في سفينة سلطانية، كأنه من الأمراء تحيط به مراكب الندماء والمطربون والطبول والأبواق، حتى نزل في مدينة الهاري لاري بوند الآن، وولدت له جاريته ابنة ماتت في الطريق بعد شهرين. وطير البريد خبر وصول ابن بطوطة وصاحبه إلى السلطان المغولي محمد تغلق سلطان الهند على بريد الخيل، فهكذا يفعل عيونه في أرجاء الهند كلما دخلها غريب عن البلاد. وكانت رسائل البريد تسلم من رسول إلى رسول كل 4 أميال حاملين جلاجل بها أجراس من النحاس. وشق ابن بطوطة طريقه في الصحارى والغابات إلى مدينة دلهي عاصمة الهند، كانت عيناه مفتوحتين تريان كل شيء وتتأملان كل ما يراه في المدائن والقرى والمعابد والحصون وطوائف الهنود وإحراق الأرامل لأنفسهن باختيارهن مع أزواجهن حين يموتون، وفاكهة المانجو وأشجار النارجين وشجيرات التنبول والفلفل. وحين دخل دلهي بهره جامعها الكبير قائما يملأ الفضاء في موضع معبد بوذي، وكانت له مئذنة هائلة لم ير لها نظيرة، هي مئذنة قطب منار. عنوان: مطامع وأطماع ومطامح. أحسن السلطان استقبال ابن بطوطة كفقيه، وأغدق عليه الأموال هو وصاحبه التوزري وخدمه وجواره،
وعينه قاضيا لدار الملك ومشرفا على 30 قرية له العشر من خراجها، فكان نصيبه في كل عام 24,000 دينار. وفجرت حياة الترف الطمع في نفسه إلى المزيد من المال، فراح يدعي للسلطان أن عليه ديونا للتجار ويلح مرارا في الحصول عليها، حتى أخذ منه أكثر من 50,000 دينار، وأوغر ذلك صدور حاشية السلطان ضده، فكادوا له عنده بأنه يزور أحد أعدائه. وكان هذا العدو شيخا زاهدا في مغارة كثير اللوم للسلطان. وحدد السلطان إقامة ابن بطوطة في بيته ولازمه 4 حراس، فعلم أن ذلك بداية العقاب، وشعر بخطورة بطره وعاقبة غروره. طول 8 سنوات أقامها في بلاط السلطان، فتصدق مخلصا بكل أمواله، واحتجب للعبادة، وصام على عادة الهنود 5 أيام لم يفطر فيها إلا على الماء. وبلغت أخباره السلطان فعفى عنه بعد أن قتل عدوه الشيخ الزاهد، وخلصه الله من محنته، واعتكف في زاوية الشيخ بشير وله من العمر 39 سنة. وبعث إليه السلطان يدعوه إلى العودة لولاية القضاء والإشراف على خراج القرى من جديد، فاعتذر ابن بطوطة عن العودة، وقد تاقت نفسه إلى مغادرة الهند ومواصلة الأسفار، فلم يعد يشعر في مقامه بالأمان. عنوان: سفير لملك الصين. إلى سلطان الهند جاء رسل من ملك الصين محملين بالهدايا للسلطان، وكانت هدايا طائلة، وطلب وفد الملك من السلطان أن يأذن للبوذيين في سمهل بإعادة بناء معبد بوذي كان المسلمون قد هدموه في غابر السنين، وكان الصينيين يحجون إليه قبل دخول الإسلام إلى الهند. واعتذر السلطان عن الموافقة على هذا الطلب، ورأى أن يطيب خاطر سلطان الهند الصين بأن يبعث له بهدية يحملها إليه وفد من قبله يذهب مع رسل الملك إليه، ويرأسه رجل جريء محب للأسفار لا يخاف البحار، فأرسل في طلب ابن بطوطة وقال له: إنني أعلم حبك للأسفار وأريدك أن تكون رسولا عني إلى ملك الصين. ووجد ابن بطوطة الفرصة سانحة للهرب من الهند، فلم يكن السلطان يسمح للغرباء بالرحيل عن بلاده إلا بإذن منه، فقال للسلطان: جهزني بما أحتاج إليه في السفر إلى الصين، وعين للسفر معي الأعوان. عنوان: أخطار الطريق. غادر ابن بطوطة دلهي بالهدية، يصحبه رسل ملك الصين والوفد الهندي، وكان معه الأمير العالم ظهير الدين وحامل الهدية كافور، و15 رجلا آخرين، و100 خادم، و1000 فارس يحرسون الوفد، يقودهم الأمير محمد الهروي، إلى أن يصل الوفد إلى الميناء الذي سيركبون منه البحر إلى الصين. بعد مسيرة يوم واحد عسكر ابن بطوطة في مدينة كول عليكرا الآن، وجاءت الأخبار بغارات قطاع الطريق على القرى المحيطة ب1000 فارس و4000 من المشاة، فاتخذ أمين فرسان قراره بقتالهم، وكانوا يحاصرون قرية جلالي، وهجم الأمير وفرسانه قطاع الطريق وأبادهم، لكن كافورا حامل الهدية قتل في المعركة، فبعث ابن بطوطة إلى السلطان يطلب رجلا سواه يحمل الهدية. وجلس ابن بطوطة في قيلولة الظهيرة في نهار يوم من يوليو في بستان ظليل الأشجار مع رجال الوفد، فسمع صياحا وعدوى خيل، فسارع بركوب فرسه مع من معه، وتفرقوا في جماعات يطاردون المغيرين من قطاع الطريق في أرض كثيرة الأحجار، شاهرا سيفه بيده، وبجانب سرجه سيف آخر ذو مقبض ذهبي. وجد ابن بطوطة نفسه وحيدا وقد انفرد عن أصحابه يطارد 10 من اللصوص، ولم ينقذه من أيديهم سوى نزوله بفرسه في خندق عظيم شديد الانحدار. غادر ابن بطوطة الخندق من الجهة الأخرى ومشى بفرسه في طريق تحيط به أعشاب كثيفة، وفوجئ ب40 رجلا من قطاع الطريق يحيطون به، وقد شهروا من حوله الأقواس بالسهام، فأدرك أنه مقتول لا محالة، ورمى بنفسه عن فرسه على الأرض حتى يأسروه ولا يقتلوه، فأخذوه أسيرا وسلبوا كل ما معه، ولم يبق عليه من ثياب سوى قميص وسروال، وساروا به في الغابة. وجد ابن بطوطة نفسه جالسا بينهم على غدير ماء بين الأشجار،
قدموا له ماء وخبزا، وكان بينهم شابان مسلمان. كلمه أحدهم بالفارسية فأجابه على أسئلته عدا أنه من طرف السلطان، وقال له الشاب: إن لم يقتلك هؤلاء سيقتلك سواهم في هذه النواحي. وجاء الليل وعهد به كبير اللصوص إلى حراسة شيخ وابنه وشاب أسود بشع المنظر، وفهم ابن بطوطة أن هؤلاء الثلاثة سيقتلونه، وصحبوه معهم إلى كهف ليبيتوا ليلتهم. وأصيب الشاب الأسود في تلك الليلة بحمى مرعدة فتأجل قتله إلى الصباح، وزالت الحمى مع طلوع النهار عن الشاب الأسود، فغادروا به الكهف إلى موضع الغدير وجلسوا أمامه يعدون حبلا من القنب لشنقه في شجرة، وأشفق عليه ابن الشيخ وأطلق سراحه. خشي ابن بطوطة أن يلحقوا به فتوغل في أكمة قصب بمستنقع واختفى، وسار ينقل قدميه في الوحل كأن أحدا يطارده حتى خرج من الأكمة إلى الطريق، وكانت الشمس تغرب، فرأى جبلا أسرع إليه ونام في سفحه. عنوان: أنا تائه. في الصباح وصل ابن بطوطة سيرة حتى وصل قرية خربة بعد قرية خربة، ودام على هذه الحال أياما حتى دخل قرية للهنود، فطلب من أهلها طعاما فلم يعطوه، فقعد على الأرض يأكل أوراق الفجل، وإذا بأحدهم يرفع فوقه سيفه ليقتله، فلم يبال ابن بطوطة بالقتل، كان متعبا وجائعا ومشلول العقل. تركه الرجل بعد أن فتشه وأخذ قميصه، فواصل السير متعثرا عاري الصدر. ووصل إلى قرية أخرى خربة، رأى رجلا أسود بيده إبريق وعكاز وعلى كاهله جراب، وسمعه يلقي عليه السلام ويسأله: من أنت؟ فقال له ابن بطوطة: أنا تائه. فقال له الرجل: وأنا كذلك. دل الرجل الأسود إبريقه بحبل إلى البئر، وسقه وأطعمه حمصا مقليا وأرزا، وتوضأ كلاهما، وصلى ابن بطوطة وراءه، وسأله الرجل الأسود عن اسمه فقال له: محمد. وسأله ابن بطوطة عن اسمه فقال له: القلب الفارح. فتفاءل ابن بطوطة ونهض القلب الفارح وهو يقول: بسم الله ترافقني. فمشى معه ابن بطوطة قليلا ثم عجز عن السير وعجب لأمره، فمنذ لقي الأنيس لم يعد قادرا على المشي، فحمله القلب الفارح فوق عنقه قائلا: قل طول الطريق حسبنا الله ونعم الوكيل. وراح ابن بطوطة يكرر القول حتى نام فوق رأس القلب الفارح، ولم يفق إلا حين وجد نفسه على الأرض، فتح عينيه فرأى نفسه في قرية عامرة، لم يجد القلب الفارح الذي كان معه. صحبه الناس إلى أمير القرية وكان مسلما، فأطعمه وسقاه وأدخله إلى الحمام فاغتسل ولبس ثوبا وعمامة. سأل الأمير عن القلب الفارح فأخبره أنه دلشاد وأنه صوفي من مصر، وعندئذ تذكر أنه هو بعينه ركن الدين الذي قال له الزاهد خليفة إنه سينقذه من محنة بأرض السند. وصحبه أمير القرية إلى كول، فوجد أصحابه ما يزالون بها يبحثون عنه منذ أسبوع، فقدموا له فرسا وثيابا سلطانية وواصلوا رحلتهم عبر البلاد إلى مدينة قندهار. جندهار الآن. عنوان: فارس في سفينة. ركب ابن بطوطة البحر من قندهار مع وفد السلطان، وعاد الفرسان إلى دلهي. بلغ ابن بطوطة ميناء قاليقوط كالكتة الآن، وأقام أياما مع الوفد ينتظر سفينة صينية كبيرة تحمله إلى الصين، بقي بها ثلاثة أشهر في ضيافة السامري أمير المدينة. جاءت إلى الميناء سفن صينية كبار ومتوسطة وصغار. كانت السفن الكبيرة من أربعة طوابق بها 12 قلعا منسوجة كالحصر من قبان الخيزران، وبها بحارة وخدم وعسكر بالمئات، وبكل طابق
مصريات أي قمرات للركاب، بكل مصرية منها حمام. وركب الوفد مع الهدية سفينة كبيرة وحجز لنفسه مصرية بإحدى السفن المتوسطة، وبقي هو على الشاطئ نهاره كله. وفي الليل أراد الوصول إلى سفينته فحجزه المد والموج عن الوصول إلى السفينة، وبقي على الشاطئ مع خادم له. وهبت في الليل عاصفة بحرية نزعت مراسي السفينة الكبيرة وحملتها بعيدا عن الشاطئ، وقلبتها العاصفة في البحر فغرق أكثر وفد السلطان مع الهدية. وكانت السفن الأخرى قد رحلت بسرعة خوفا من العاصفة، وبينها كانت سفينته التي تحمل خدمه وجواريه وماله. جلس على الشاطئ حزينا، وحين رأى خادمه ما نزل به تركه وحيدا ومضى في البلاد. راح ابن بطوطة يجوب مدن الشاطئ عبثا ينتظر العثور على سفينته أو معرفة أخبار عنها. وحين يأس ذهب بحرا إلى هنور فأكرمه أميرها جمال الدين ونصحه بعدم العودة إلى دلهي حتى لا يعاقبه السلطان لتخليه عن الهدية. وكان هذا الأمير يعد أسطولا بحريا لفتح سندابور. انضم ابن بطوطة إلى الحملة وصار فارسا يركب فرسا في سفينة كبيرة، وقاتل بشجاعة مع الأمير حتى تحقق النصر وفتحت المدينة. فأكرمه الأمير وأعطاه مالا وجارية، وأبحر في مركب عن سندابور إلى جزر ذيبة المهل المالديف الآن جنوبي غرب الهند، وكانت جزرا آمنة يدين أهلها بالإسلام قبل قرنين من الزمن. عنوان: لست بجامع مال. كان أهل الجزر صغار الأجسام مسالمين يحبون العرب ويعظمون أهل العلم، فأحسنوا استقبال ابن بطوطة. وكانت سلطانة الجزر امرأة اسمها خديجة، كانت زوجة لوزيرها. وصاهر ابن بطوطة السلطانة وتولى القضاء، وصارت له من نساء الجزيرة 4 زوجات عاش معهن راضيا. لكن ابن بطوطة أساء التصرف في القضاء وفي مواجهة عادات النساء اللاتي يسرن شبه عرى، وأثار ضده عداوة وزير السلطانة وكذلك زوجها بسوء حكمه في قضية تتصل بهذا الوزير. فقال له الوزير: أنت رجل تحب الأسفار، فطلق نساءك فإنهن لا يرحلن عن بلادهن، وأعطي مؤخر الصداق لهن، وانصرف عن القضاء وارحل عن جزرنا. وصلنا في قراءتنا إلى نزوحه عن جزر المالديف ووصوله إلى جزيرة سرنديب التي هي سيلان الآن. رحل ابن بطوطة وأخذ يتجول بين الجزر وله من العمر 42 سنة، متوجها إلى جزيرة سرنديب سيلان الآن. لقي ملكها وزار جبلها العالي الذي يقال إن آدم نزل فوقه عندما هبط من الجنة، ومغارة الخضر النبي الخالد الجوال، وبحيرة بأعلى الجبل مليئة بالتماسيح والحيتان. أعطاه ملك سيلان مالا وجواهر ويواقيت، وعبر البحر في مضيق بلك إلى ساحل كروماندول شرقي الهند. وفي مدينة منزة أصيب بحمى قاتلة لم ينقذه منها سوى شربه لشراب التمر هندي 3 أيام. كره ابن بطوطة مدن هذا الساحل فأبحر عائدا إلى ساحل الماليبار، فأغار عليه قراصنة البحر في 12 مركبا بحرية، وأخذوا ما كان معه من مال وجواهر، ولم يبق عليه سوى ثيابه. فعاد فقيرا مرة أخرى إلى ميناء كاليكوت، وقال لنفسه: ما أنا إلا رحالة جوال ولست بجامع مال. وقرر العودة إلى جزر المالديف بدعوى رؤية ولده، لكنه رأى من وزيرها إعراضا عنه فزهد في ولده ورده إلى أهله، وسافر بحرا في خليج البنغال إلى مناطق بنغلاديش وآسام المتاخمة لبلاد التبت. توغل ابن بطوطة في بلاد كثيرة الأرز متواصلة الظلام كثيفة السحب، حتى وصل إلى جبال كامروب الآن. وكانت الجبال تتصل بالصين الشمالي شرقا وبلاد التبت جنوبا، وكان سكان الجبال مغولا أقوياء،
قابل بها الولي جلال الدين التبريزي وواصل سيره إلى مدينة سيتكاوان سونار غاوين الآن، ثم أبحر إلى شبه جزيرة ملقة في بلاد الملايو، فاستقبله سلطان الجزيرة بترحاب. عنوان: الطريق إلى الصين. عاد ابن بطوطة يبحر إلى الصين على سفينة كبيرة سارت به في بحر راكد المياه، وتوقفت به السفينة في أرخبيل سولو بجزر الفلبين في الجنوب الشرقي للصين. رأى أهل الجزر حمر الوجوه شجعان كانوا يعبدون الأوثان، وعجب لأن نساءهم مثل نساء الأتراك والمغول يحسنون الرماية وركوب الخيل. وكانت تحكم الجزر سلطانة باسلة لها جيش من النساء وجيش من الرجال قادرة على النزال وقتل الأبطال. وصلت السفينة سيرها به وفي أرخبيل سولو إلى الصين، توقفت به في ميناء الزيتون فوتشو الآن شرقي الصين. رحب التجار المسلمون في المدينة بابن بطوطة، فنزل ضيفا بها على القاضي تاج الدين الأردويلي، وقابل بها السفير الصيني الذي كان ملك الصين قد أوفده إلى الهند وكان قد نجا من الغرق، فمهد هذا له الطريق للقاء الخان الكبير ملك المغول وملك الصين في مدينة خان بالق بكين الآن. وصل ابن بطوطة إلى العاصمة في الشمال، فوجد البساتين تحيط بها والقصر الملكي شامخا في وسطها، ولكنه لم يتمكن من لقاء ملك الصين توغون تيمور، فقد كان مشغولا بحرب ابن عمه فيروز الذي أعلن الثورة ضده، لأن الملك خالف شريعة المغول في الكتاب الذي وضعه جنكس خان لملوك المغول، واحتدت الحرب بين الفريقين، وقتل توغور تيمور وهزم عسكره، وشهد ابن بطوطة تشيعه كملك في تابوت إلى مدفن ملكي في حفل جنائزي مهيب ارتدى كل الحاضرين فيه الثياب البيض. نصح برهان الدين شيخ الإسلام في مملكة الصين ابن بطوطة بمغادرة الصين الشمالي إلى صين الصين أي الصين الجنوبي فرارا من الفتن والاضطرابات، فسارع بالعودة إلى كينساي ومنها إلى ميناء كانتون. وجد ابن بطوطة في الميناء سفينة كبيرة لسلطان الملايو فركبها عائدة، وفي الطريق عند أرخبيل سولو تغيرت الريح الطيبة وأظلم الجو فصار كالليل 10 أيام، وهطلت الأمطار وظلت السفينة طريقها في البحر 43 يوما حتى تمكنت من الاهتداء إلى الطريق والعودة إلى الملايو، فحضر بها مع سلطان الملايو زفاف ابنه، وزوده السلطان بما يلزمه للعودة إلى ميناء كولم بساحل الماليبار، وكان قد بلغ من العمر 45 سنة، وخاف العودة إلى دلهي فركب البحر في شهر إبريل إلى بلاد عمان، فوصل إليها بعد 28 يوما وغادرها بحرا إلى غربي إيران فالعراق فالشام. الوباء الكبير. دخل ابن بطوطة دمشق وكان قد ترك بها ابنا له من أم مغربية، فوجده قد مات منذ أكثر من 10 سنوات، وعلم من فقيه من أهل طنجة أن أباه قد مات قبل 15 سنة وأن أمه ما تزال على قيد الحياة، فحزن لموت أبيه قبل أن يراه. كان الغلاء شديدا بالشام، ونزل بالعالم عندئذ الوباء الكبير الطاعون. اجتاح الوباء غربي آسيا ودول حوض البحر الأبيض في شهر يونيو عام 1340 ميلادية، فهرب إلى غزة فوجد الوباء يجتاحها، وحزن لموت كافة معارفه بالشام في الوباء، فعاد إلى مصر فوجد الوباء قد قضى على جميع من عرفهم من المشايخ والصالحين. وكانت سلطنة المماليك قد انتقلت من السلطان الناصر إلى ابنه حسن، فقرر عندئذ أن يذهب إلى مكة ليؤدي فريضة الحج عن طريق أيذاب. عنوان: الحنين إلى الوطن. أقام ابن بطوطة بمكة 4 أشهر أدى فيها فريضة الحج واعتمر مرات كثيرة، ثم سافر عبر أرض الحجاز إلى الشام ثم إلى مصر، وعندئذ غمره الحنين إلى بلاده،
فركب من الإسكندرية سفينة كبيرة إلى تونس، ثم أبحر منها إلى المغرب، ونزل بميناء كلياري في جزيرة سردانية، وكانت في حكم مملكة أراغون، ونجح في الهرب هو ومن معه من محاولة لأسرهم، ورحلت بهم السفينة إلى الجزائر قرب تلمسان، واجتاز ممر تازة إلى بلاد المغرب، وعرف إثر وصوله إلى فاس أن أمه قد ماتت في الوباء الكبير قبل عامين، وكان قد بلغ من العمر 47 سنة، قضى منها 25 سنة في الأسفار، هي سنوات رحلته الأولى. عنوان سندباد العصر. تجمع الناس في فاس حول ابن بطوطة يستمعون بشغف إلى أخبار رحلات سندباد عصرهم وما رآه في البلدان والبحار من عجائب وغرائب وطرائف، وما عاشه في أسفاره من غنى وفقر ونعيم وشقاء. ووصل خبره إلى الوزير ابن جزي فسعى إليه وقدمه إلى السلطان أبي عنان المريني سلطان المغرب، فألحقه بحاشيته وأجرى عليه رزقا دائما، فاطمأن قلبه وسارع إلى طنجة يزور قبري والديه. سافر ابن بطوطة إلى الأندلس ودخلها من ناحية جبل الفتح، فشاهد التحصينات الكثيرة للمسلمين في جبل طارق، ورأى كهوف الغجر وأواني مالقاء المذهبة، ودخل غرناطة في عهد بني نصر آخر ملوك الأندلس، ثم عاد بحرا إلى أصيلة بالمغرب، ولقي السلطان أبا عنان بمراكش، وعاد معه إلى العاصمة فاس. عنوان بلاد الذهب. استأذن ابن بطوطة السلطان في القيام برحلة أخيرة إلى السودان الأطلسي غربي إفريقية، فضحك السلطان وقال له: كأنك تريد زيارة كل بلد فيه إسلام يا رحالة الإسلام. أذن له السلطان بالسفر وزوده بالمال، فتوجه إلى سجلماسة جنوبي المغرب وقابل فقيهها، فاشترى له جمالا أعد لها علف 4 أشهر، وغادر المدينة إلى الصحراء جنوبي المغرب حتى وصل إلى قرية تغازي، كانت جدران بيوتها وكذلك مساجدها من أحجار الملح، وكانت سقوفها من جلود الجمال، كان ماؤها مالحا في أرض كثيرة الذباب. استأجر ابن بطوطة كشافا يرشده إلى الطريق حتى لا يضل في الصحراء المغربية ويقع فريسة لما تثيره الصحراء في النفس من المخاوف والأوهام، ودفع له أجرا 100 مثقال من الذهب. فقاد الكشاف الماهر القافلة عبر موريتانيا إلى أيوالاتان شرقي نهر السنغال، ووصل طريقه إلى نهر النيجر في مملكة مالي إلى مدينة مالي كانجابي الآن عاصمة المملكة، في طريق كثير الخضرة والأشجار، وبينها أشجار البعوضعوب سريعة النمو التي تخزن الماء في جذعها فيشربه الناس في وقت الجفاف، وأشجار التايبوكا التي تنفلق ثمارها الكمثرية عن دقيق أبيض يؤخذ ويطبخ كغذاء، ورأى القرع الضخم الذي يستخدم كواية للماء حين يجف غلافه. وفي مالي العاصمة قابل ابن بطوطة الملكة منجان الأول، وبعث الملك إليه بهدية مع القاضي، وبعث هذا بها مع الفقيه، وحملها الفقيه إليه حافي القدمين وهو يقول باحتفال شديد: قم، جاءك قماش السلطان وهديته. وإذا بالهدية 3 أقراص من الخبز وقطعة لحم بقري مقلية وقرعة بها لبن رائب، فضحك ابن بطوطة وظل يتردد على مجلس السلطان 4 أشهر ليظفر منه بهدية، حتى استجمع جرأته وقال للملك بواسطة مترجمه: لي ببلادك 4 أشهر لم تضفني فيها ولا أعطيتني شيئا، وقد سافرت في بلاد الدنيا ولقيت ملوكها، فماذا أقول عنك عند السلاطين حين أغادر بلادك؟ عندئذ تغير موقف الملك، فأمر له بدار يسكنها ونفقة تجرى عليه، ومنحه في ليلة 27 من رمضان مالا من مال الزكاة،
بلغ 33 مثقالا من الذهب، ثم منحه 100 مثقال أخرى عند مغادرته مالي العاصمة، ورحل ابن بطوطة إلى مدينة تومبوكتو في طريق عودته إلى المغرب. وقفة هامشية للقارئ، معروف أن عاصمة مالي هي باماكو. أخذ ابن بطوطة زادا وماء يكفيه 70 يوما، ووصل إلى سجل ماسة بأرض المغرب في شهر ديسمبر. كان البرد قارسا، وكانت الأرض مغطاة بالثلوج في هضبة الأطلسي. عنوان حصاد عمر. أمر السلطان المريني أبو عينين وزيره ابن جزي بكتابة رحلة ابن بطوطة التي دون أخبارها في دفاتره، ووعد ذاكرته تفاصيلها بأسلوب حسن. قضى الرجلان الرحالة والوزير 2 عامين في تدوين أخبار رحلات ابن بطوطة الثلاث في 3 قارات هي قارات العالم القديم المعروف آنذاك، وبين مئات الجزر في المحيط الهندي والمحيط الهادي، وكأنه كان وحده هيئة من العلماء مزودة بالأموال. ففي هذه الرحلات استكشف ابن بطوطة أحوال العالم الإسلامي في عصره في القرن الميلادي 14 من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن حوض نهر الفولجة شمالا إلى اليمن وعمان والصومال جنوبا، في رحلة استغرقت معظم سنوات عمره، شبابه كله وكهولته كلها، تدفعه حوافز الدين والفضول إلى المعرفة، وكذلك الحب للمغامرة في جرأة لا يخاف معها التعرض للمخاطر. لقد أتقن ابن بطوطة خلال رحلته الأولى اللغتين الفارسية والتركية في عديد من دول المغول والأتراك، وازداد علما على الطرق، وقطع 140,000 كيلومترا أكثرها في البحر، وتعرض للأخطار والمهالك في الصحارى والغابات، وقطاع الطريق في البر، وقراصنة السفن في البحار. نجا مرارا من الموت ومن الأسر، وشهد في رحلته على نفسه بما له وبما عليه في صدق مدهش لم يعرف مثله رحالة الغرب الأكبر ماركو بولو الذي مات في البندقية، وحققت رحلته في ختامها أضعاف ما حققته رحلة ماركو بولو من اكتشافات. ولم يجد لسوء حظه من يعنى من العرب بدراسة رحلته وتحقيقها مثلما وجد ماركو بولو من الغربيين. عاد الدكتور حسين مؤنس في كتابه الحديث عنه بعنوان ابن بطوطة ورحلاته. وبعد 5 قرون من وداع ابن بطوطة للدنيا بدأت عناية المستشرقين برحلته ترجمة لأجزاء منها أو لها كلها إلى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، والتقديم لها والتحليل لأخبارها والتحقيق لتواريخ وأسماء الأعلام والأماكن بها. في يوم 2/17 من شهر رجب 703 هجرية، 24 من شهر فبراير 1303 ميلادية، ولد الرحالة العربي المسلم محمد بن عبد الله ابن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة بمدينة طنجة، وفي 779 هجرية 1378 ميلادية كان وداعه للدنيا في مدينة طنجة. ومن يزور المغرب اليوم سيجد بطنجة دربا اسمه درب ابن بطوطة، به كان بيته، وسيجد بالقرب من سوق طنجة ضريحا لابن بطوطة عليه قبة خضراء اللون مثل قباب وعمائم الصوفية الذين أحبهم ابن بطوطة.